طبية ولا لا، في مشاكل في الكبد، في الكلى، في سكر، في ضغط. والأدوية اللي بياخدها مهمة جدا، لأن نكاد نتفق على أن كل الأدوية بتأثر على الانتصاب. 99% من الأدوية بتأثر سلبا على الانتصاب، 1% بتأثر إيجابا، اللي هي بنستعملها في علاج مشاكل الانتصاب. إنما ما نقدرش نقول إن في دواء مش ملوش علاقة بالقدرة الجنسية، سواء في الرغبة أو في درجة الانتصاب أو في القذف. عشان كده بنهتم قوي في التاريخ الصحي بالأدوية اللي العيان بياخدها، وخاصة مضادات الاكتئاب والحاجات اللي بياخدها عشان الضغط، ومضادات الهرمونات. بنسأل كمان عن في التاريخ الصحي عن المشاكل الأخرى غير الانتصاب، الرغبة أخبارها إيه، القذف أخباره إيه، الإرضاء العام. بنسأل ناخد تاريخ صحي من الطرفين مع بعض عشان نعرف المشكلة في مين بالظبط، لأن ممكن الراجل بيجي يشتكي مثلا من مشاكل سرعة قذف، ونشوف المدة اللي هي مناسبة، وتكون المشكلة فيه هو عدم الاستجابة المناسبة من الزوجة إنها توصل لذروة الشبك في وقت طبيعي، وبالتالي بيتهم نفسه إنه عنده سرعة قذف، أو العكس، الست عندها مشكلة في الرغبة قليلة جدا، وبفحص التاريخ الصحي الدقيق نلاقي إن الراجل هو اللي عنده مشكلة سرعة قذف، وما بتوصلش لذروة الشبك في أكتر من 50% من العلاقات الجنسية، وبالتالي بتزهد في هذه العلاقة وبتقل الرغبة، ولو صلحنا مشكلة الرجل العلاقة بتتصلح. عموما لازم نتأكد إن ما فيش مشكلة جنسية إلا بتتم بالطرفين، زي ما نجاح العلاقة قائم على طرفين، فشل العلاقة برضو متهم فيه الطرفين، وبالتالي لازم ناخد تاريخ صحي جيد. العمليات الجراحية، الناس اللي بيعملوا عمليات في الحوض وخاصة سرطانات القولون وسرطانات المثانة، من الحاجات اللي بتأثر سلبا على درجة الانتصاب. مشاكل الأعصاب الطرفية، بنسأل عن إذا كان عنده مشكلة تنميل في الطرفين وخلافه، مشاكل الشرايين التاجية، مشاكل القلب. بنسأل تاريخ الصحة على كل جهاز لأن احنا اتفقنا ان ضعف الانتصاب قد يكون مشكلة من الجهاز العصبي المركزي والنخاع الشوكي والأعصاب الطرفية والشرايين والأوردة والنسيج الكافي. عمل عمليات في الجهاز التناسلي قبل كده ولا ما عملش؟ دي حاجة برضو من الحاجات اللي بتهمنا. الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي، الناس اللي بيعانوا من أورام سرطانية، والناس اللي بياخدوا علاج إشعاعي ممكن يتأثر عندهم درجة الانتصاب لسبب أو لآخر. نسأل بدأ إزاي ضعف الانتصاب؟ بدأ فجأة ولا بصورة تدريجية؟ بيزيد ولا زي ما هو، ولا بيجي في فترات وبيروح مع فترات؟ هل هو له مواقف معينة بيحصل فيها ولا دائم؟ كل الحاجات دي بتدينا هنت هل هو نفسي أو عضو. وبالتالي التاريخ الصحي من الحاجات المهمه جدا. نبدا الفحص. الفحص مهم جدا. العلامات الجنسيه السنويه كامله ولا مش كامله؟ ما يجيليش واحد عنده ما عندوش دقن وشنب وصدره كبير شويه واملس وطويل وجاي في الاساس بيشتكي من ضعف انتصاب. لا، هي المشكله اكبر من كده. هي المشكله تاخر بلوغ ومشكله نقص في الهرمون الذكري، ودي لو اتصلحت هينشا عنه انتصاب كويس، وهيتصلح معاه حاجات تانية كتير. هو مشكلته مش الوحيده ضعف الانتصاب. نقص الهرمون الذكري بيأثر على الرغبة والانتصاب وعلى إنتاج الحيوية المنوية وعلى ظهور العلامات الجنسية الذكورية، الشنب والدقن وشعر الجسم وشعر العانة وشعر الإبط وما إلى ذلك. وبالتالي لو أنا ما خدتش بالي وأنا بفحص العيان من شكله الذكوري كامل ولا مش كامل وعضلاته والكنتور بتاعه، ممكن أفقد تشخيص مهم جدا اللي هو نقص في الهرمون الذكري. مهم جدا أشوف في تضخم في الغدة الدرقية والخلافه، أشوف النبض الشرايين الطرفية كويسة ولا في مشاكل في الشرايين، عشان الناس اللي عندهم تصلب شرايين، الناس اللي عندهم سكر بيتأثر عندهم الدورة الدموية الطرفية، وبتظهر أول ما تظهر في صورة ضعف انتصاب. أطمن برضو على الجهاز التناسلي، شكل العضو الذكري، حجم العضو الذكري والطول بقياسات بمسطرة صلبة، ونشوف حجم الخصية برضو لها بعض الأدوات والأجهزة اللي بنقيس بها الحجم، ونشوف إذا كانت لينة أو صلبة، إذا كان فيها أورام وما إلى ذلك. بنطمن برضو على إن لأن في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الخصية بينشأ عنها نقص في الهرمون الذكري، بينشأ عنها ضعف انتصاب. بطمن برضو إذا كان العيان عامل عمليات قبل كده، بشوف مكان ندبة، مكان الجراحات وما إلى ذلك. فالفحص ده مهم جدا، والتاريخ الصحي مهم جدا. ممكن اوصل لتشخيص اكتر من نص المشاكل اللي بتعمل ضعف انتصاب من الفحص الاكلينيكي الدقيق مع التاريخ الصحي المفصل، ولكن بحتاج في بعض الاحيان لبعض بنعمل اختبار في العياده اسمه الاوفيس تيست. ده بيحدد لنا اذا كانت المشكله نفسيه ولا عضويه، ولو عضويه بيدينا هنت كده اذا كان هي مشكله شريان ولا وريد او عصب. الحق بنحقن ماده البروستاجلاندين في النسيج الكهفي، وحسب الاستجابه بنحدد. في ناس ما بيجوش استجابة خالص، قد يكون مشكلة في ضيق عنيف في الشريان أو تسريب جامد في الوريد. في ناس بيجيبوا استجابة مبالغ فيها وبعد وقت قصير، ده بنشك إن في مشكلة في العصب.
في ناس بيجيبوا استجابة طبيعية اللي هي بتحصل من بعد 15 دقايق وبيقعد لمدة ساعتين، دي بنقول ان هو عنده ضعف جنسي نفسي. ما اقولش بقى انه سليم لان حصل له انصاب كويس، لا هو جاي بمشكله، ولكن بيقول عليها عنه نفسيه او ضعف جنسي نفسي الى ان نتاكد من ذلك، ودول بيستجيبوا للعلاج احسن حاجه. في ناس بيجيبوا استجابه بطيئه وما بتكملش الاخر، ده بشك في الشريان. في ناس بيجيبوا استجابه غير كامله وبينزل بسرعه، ده بشك في تسريب وريدي، وهكذا. بس ما اقدرش احلف ان ده التشخيص الدقيق، انما بقول ان في مشكله جنسيه، هل هي نفسية أو عضوية، وقد يكون سببها كذا، ودرجة هذا السبب كذا، درجة ضيق الشريان كذا، ودرجة تسريب الوريد كذا، ولكن ما أقدرش أخد عليها قرار نهائي. بعد كده بعمل دوبلكس ملون على العضو الذكري بعد الحقن، بنحقن نفس المادة وبنشوف بالقياسات بقى وبالأرقام معدل تدفق الدم في الشريان، هل هو أكتر من 25 سنتي في الثانية ولا لأ؟ لو أقل من كده بقول إن الشريان فيه مشكلة. معدل رجوع الدم في الوريد لابد أن يكون من 0.5، لو زاد عن 5 بقول إن فيه تسريب وريدي، وبحدد درجته إذا كان درجة قليلة أو متوسطة أو درجة عالية، وبحكم بناء على الدرجة دي على خطة العلاج اللي هستعملها. يعني لو درجة بسيطة ممكن يستجيب الأدوية على مدار الوقت بالدواء منتظم، لو درجة متوسطة ممكن يحتاج حقن في النسيج الكهفي، وده بنعرفه برضو اذا كان هيستجيب له ولا لا من خلال الاشعه. بقول للعيان وانت خدت الحقنه في الاشعه او لو انا اللي عملتها له، شوف درجه الاستجابه، من اقسم درجه الاستجابه لخمس درجات E1 و2 و3 و4 و5. لو الدرجه كويسه فوق 4 او 5 بعرف ان ده هيجيب استجابه كويسه على الحقن دي لو استعملها كعلاج. انما لو ما جابش استجابه خالص ونسبه تسريب الوريد عاليه جدا، ساعات بنلجأ للحل الجراحي اللي هو تركيب الدعامات بدل النسيج الكهفي، سواء دعامه صلبه او دعامه قابله للنفخ. ده بيبقى قرار لازم بنتفاهم فيه مع العيان وناخد وقت طويل، وبنحاول نستبعد انه ممكن يجيب استجابه على كل الحاجات اللي قبل كده. مش دايما بننط على الحل الجراحي، لازم نبدأ بالأدوية ونحاول معاه ونشوف النتيجة. نبدأ بالحقن النسيج الكهفي كمرحلة تانية، والجراحة هي المرحلة الثالثة والأخيرة في العلاجات. النتيجة لأن القرار اللي حاخده ده هيأثر على حياة العيان سلبا أو إيجابا. سلبا لو القرار كان عنيف جدا له أثر جانبية، إيجابا لو القرار كان في مكانه السليم وجاب نتيجة كويسة ورجع القدرة على الإنصاب والحياة الجنسية لمكانها السليم. في اختبار بعد كده بعد البنال دوبلكس، بنطلب ساعات اختبار كفاءة الانتصاب المسائي والمريض نايم اللي هو ريجيسكان. ده حقيقة بحب انا الاختبار ريجيسكان ده، ودايما بطلبه لما بوصل لطريق مسدود ان انا احلف ان نفسي ولا عضوي، واذا كان هيحتاج لجراحة لابد من الناحية القانونية ان يكون معاه تقرير ريجيسكان. ريجيسكان ده حاجة ورقة كبيرة زي رسم القلب كده، جهاز بيتحط على العيان بالليل وينام. في حلقتين، حلقة عند راس العضو الذكري وحلقة عند قاعدة العضو الذكري، بيقيس درجة نشاط العضو طول الليل من 10 بالليل 6 الصبح مثلا والعين نايم. اما يكون العين نايم ما بيتحكمش الجهاز العصبي المركزي ولا الطرفي في حدوث الانتصاب، بينشأ انتصاب بالليل له مواصفات معينة. لو لقينا عدد مرات الانتصاب اللي حصلت في ريجيسكان دي معدل معين، يعني من 3 ل 5 وكل مرة بتقعد اكتر من تلت ساعة ودرجتها اكتر من 70% ودرجة الانتصاب اللي بتحصل في رأس العضو متناسبة ومتناسقة مع اللي بتحصل في قاعدة العضو ودرجة الانتفاخ متناسبة مع درجة الانتصاب، كل العوامل دي او الخمس مواصفات دول بسميهم ريجيسكان طبيعي، وبالتالي بقول ان ده عنده ضعف جنسي نفسي وبحلف عليه. لو طلع ريجيسكان مش طبيعي يبقى ضعف جنسي عضوي، ونبدأ برضه نقيم اذا كان شريان او وريد وما الى ذلك، وعشان نبدأ خطة العلاج. التشخيص السليم هو بداية العلاج السليم، عشان كده لازم نبذل فيه مجهود كويس، وبالتوفيق ان شاء الله وصحة جيدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.